نعمل الكيز. هلا بدنا نبدا بالان. وين الان؟ وين الفا ان؟ هي الفا ان مزبوط. فالفا ان 200 ماينس اي ان. قديش اي ان؟ ما حسبنا احنا هذا البولينوميال ولا حسبناه، عملناه بس محيناه من هناك. مزبوط. نعم اي ان 200. لا الفا ان، لا الفا ان، لانه احنا هذا الديزاير ليه حسبناه لما اشتغلنا هناك بس محيناه كانه. قديش كانت؟ واحد. طيب اذا البولينوميال الاصلي كان الكاركترستيك بولينوميال ايش كان؟ استكعيب زائد 6 اس تربيع، 6 اس تربيع زائد 5 اس زائد 1. اذا هاي راح تكون اي ان، وهاي او يعني A 1 2 3 راح تكون هاي A 3 هاي A 2 A 1 و A 0. اذا بدي 200 ناقص 1، بعدين بدي اخذ اللي بعدها 200 اللي قبلها 60 راح تكون 60 ناقص 5، واخر شيء راح تكون 14 ناقص 6. هاي راح تصير 199، هاي راح تصير 55، وهاي راح تصير. شو معنى هلا الكنترولر؟ نرسم الكنترولر هلا، رح نرسم الكنترولر الجديد اللي عندنا. هلا بدنا نفترض انه السيستم اكسسبل، الستيتس عندي اكسسبل، هي واحد على اس، وعندنا قلنا هون طلع عندي اكس، والاكس راح على سي، وبعدين نزلنا من هون ضربنا في A، وهي A موجودة هون. اللي راح نعمله الآن راح ناخد هاي من هون هيك، وكأنها هاي هي عبارة عن، بقدر أطلع منها اكس 1 كأنه هاي دي مالتيبلكسر، اكس 3. راح آخذ اكس 1 في ايش أضربها؟ في 8، واكس 2 راح اضربها في 55، واكس 3 راح اضربها في 199. راح اجمع هدول، هذه صارت كي اكس على فكره. مزبوط. مش هاي كاني ضربت هون، ضربت كي، هاي كي اللي هي 199 55 8، ضربتهم في اكس 1 اكس 2 اكس 3، وبيطلع سكيلر لانه اخذنا الثلاثه هذول ضربناهم بالثلاثه هذول. مزبوط. فطلع معي سكيلر جمعتهم. هلا بدي اضرب في ماينس لانه لازم يكون نيجاتيف فيدباك، فاذا بدك مكانك تضرب هون ماينس 1، وبعدين هذا بنجمعه للي جاي يو ماينس بلس، او بتحط الماينس هون. هي صارت عندي هاي يو ماينس كي اكس، وين نضربها بعدين؟ في بي، وبعدين من بي هلا راح يجي عندي هلا هاي هيك، وهي ايه، ومن بي هلا راح يطلع معي فيكتور طبعا من هون، هاي السيستم الجديد. نعم مش اكس 1 199؟ اكس 1 199 صحيح، شكرا. 199 55 بتضلها نفسها، وهاي بتكون 6. مظبوط، لانه هاي ضربناها هاي هاي 8. وين ال 8؟ هاي 6 هاي 8. اوكي، هيك صار عندي السيستم الجديد. هذا السيستم الايجن فاليوز تبعته مفروض ايش تطلع؟ اللي هي مفروض تطلع الايجن فاليوز تبعته ناقص 10 ناقص 2 ناقص 4 جي ناقص 2 زائد 4 جي. فلو اجينا هلا طلعنا الماتريكس الجديده، شو صارت الماتريكس الجديده هلا تبعت السيستم الجديد هذا؟ A ماينس بي كي، او ديزايرد اذا بدك تسميها، واولد او اكزيستنج. فلو اجينا هلا اخذنا هاي الماتريكس من هون ضربنا بي في كي، مش هيك؟ مش بقدر اضرب بي في كي، شو راح تعطيني الريزلت بي في كي؟ ان باي ان. مضبوط. فبي في كي راح تساوي، راح تطلع n باي n. نضرب b في k، هي k وهي b، هاي 0 راح تعطيني 3 زيروز هون، 0 راح تعطيني 3 زيروز هون، 1 راح يطلع عندي 199 55 8. الان a ماينس bk
هذا بس الكي زي ما حطيناها بدون ما نغيرها هي صحيحه للكنترولبل كانونيكال فورم. اذا كانه مش الكنترولبل كانونيكال فورم بضرب في ام دبليو ترانسبوز. ام دبليو ترانسبوز اللي هي ام دبليو، انت ما بتعرف شو ام دبليو، ما حكيت لكم اللي هي الترانسفورميشن ماتريكس، راح احكي عنها بعدين. بس هلا نفترض لو كان كنترولبل كانونيكال فورم بضرب بس بالايدنتيتي ماتريكس كاني، فكي ما بتتغير. هلا A minus BK الجديدة 0 1 0 فحتصير عندي 0 minus 0 مش هيك 1 0 0 0 وهي 0 0 1 وراح يتغيروا هدول عندي، راح يصير عندي ناقص 1 ناقص 199 ناقص 200 ناقص 5 ناقص 55 ناقص 60 وناقص 6 14 ناقص 8 ناقص 14 وناقص 1000 ايش عفوا؟ ماينس 1000 عكس 1000 طلعوا هدول طلعوا عكس 1000 اوكي تمام. هلا هاي جاهزه، هلا هاي لو عملت عليها الايجن فاليوز المفروض يطلع معي الايجن فاليوز تبعتها ناقص 10 وكان عندنا ناقص 2 زائد ناقص 4 جي. فلو جينا حلينا طلعنا الكاركترستيك ايكويشن تبعت هاي وساويناها وطلعنا الايجن فاليوز بيطلع هدول الايجن فاليوز، فالسيستم تحول لسيستم جديد بطل نفس الايه الاصليه، فبكون تغير الرايز تايم يتغير الاوفرشوت على السيستم.